الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة الأحد من برنامجكم حياتنا اللي يأتيكم دائما وأبدا على شاشتكم شاشة تلفزيون قطر. بداية أقول لأخوي محمد القحطاني مساك الله بالخير. مساك الله مثل أخوي سلمان، ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة. طبعا حلقة اليوم فيها طبعا أجواء العطلة الأسبوعية كانت جميلة، وشهدت أيضا اختتام مهرجان قطر للتسوق في نسخته الرابعة، والتي تكللت بالنجاح بعد 3 أسابيع من العروض والفعاليات والترفيه العالي. اسمع محمد، يقول لك في هذا المهرجان ومشاهدي الكرام وصلت الخصومات والتنزيلات طيلة أيام المهرجان إلى حتى 70% في 12 مركز لمراكز التسوق المشاركة في هذا المهرجان، اللي أكيد يحرص هذا المهرجان على الاحتفاء سنويا بالثقافات المختلفة مثل ما احنا قاعدين نشوف حاليا على الشاشة. طبعا شهدت عطلة نهاية الأسبوع العديد من الحفلات والعروض الموسيقية وإقامة السحب الثالث والأخير اللي استضافة قطر مول، حيث حصد 14 متسوق من ذوي الحظ السعيد طبعا جوائز نقدية قيمتها أخوي سلمان 330,000 ريال قطري إن شاء الله، وسيارتين حديثتين. الله يعطيهم الصحة والعافية وبارك لهم إن شاء الله. مشاهدي الكرام، هذا التنظيم المميز والاحتفالات والمهرجان أبهر الكل، كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وأيضا زوار قطر، ممكن شفناه من خلال شاشة تلفزيون قطر مع الإخوان اللي ما شاء الله عليهم كفوا وفوا في التغطية. طبعا أخوي سلمان، إحنا أنت من سعيدين الحظ اللي فازوا؟ لا، أنا مو من سعيدين الحظ اللي فازوا. إن شاء الله تكون سعيد حظ إن شاء الله في المهرجان القادم في نسخته الخامسة بإذن الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا مشاهدينا الكرام، في موضوع آخر، يعني حيث عقدت صباح اليوم وزارة الصحة العامة مؤتمرا صحفيا حول مستجدات فيروس كورونا بمقر وزارة الصحة العامة، الله يكفينا وياكم إن شاء الله شره، لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا المرض ومستجداته واستعدادات القطاع الصحي للتعامل مع أي حالات مشتبه بها من خلال هذا التقرير التالي. لأن الوقاية خير من العلاج، تكثف الدولة جهودها للتصدي لفيروس كورونا الجديد. تنسيق تام تبذله جميع الجهات الطبية حكومية وخاصة، وقد تم خلال هذا المؤتمر الصحفي الإعلان عن الاشتباه بإصابة 25 شخصاً، ثبتت سلامة 23 منهم، في حين ستظهر نتائج الحالتين المتبقيتين قريباً. حتى الآن تم التأكد من خلو 23 حالة من الإصابة بالفيروس، تم يعني إخراجهم من المستشفى، وبقي حالة ونتوقع اليوم إن شاء الله تطلع النتائج تكون إن شاء الله سلبية ونخرجهم. لغاية اليوم الحمد لله لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة في دولة قطر، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتأهب لهذه الحالة ووضع الوبائي العالمي، حيث تم تكثيف المراقبة الصحية في منافذ الدولة ومن ضمنها مطار حمد الدولي. يتم التأكد من سلامة الأشخاص القادمين من الصين من خلال أجهزة الكشف الحراري في مطار حمد الدولي، ومن خلال مقابلة شخصية أيضا. وفي حال الاشتباه بالإصابة يتم إجراء الفحص الذي تظهر نتيجته في غضون 24 ساعة. وقد أتم القطاع الصحي استعداداته للتعامل مع أي حالات مشتبهة أو إصابات من خلال مركز الأمراض الانتقالية المجهز بالكامل بالمعدات والأدوات اللازمة للعزل والتعامل مع مثل هذه الحالات. طبعا في المراكز الصحية تم عمل ورشات تدريبية بالنسبة للطواقم الطبية للتعرف على الحالات، ومن ثم تحويل هذه الحالات إلى مؤسسة الحملة الطبية. فنرجو من الجميع المتوجهين لمراكزنا الصحية إذا كان عندهم أعراض برد، وطبعا نحن الآن في موسم البرد، وكان هناك عامل اختطار هو السفر إلى الصين. السعال وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس من أبرز أعراض المرض، ولإبعاد شبح كورونا ينصح الأطباء بتجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، وغسل اليدين بشكل دوري لمدة 20 ثانية، وتجنب ملامسة الوجه،
إضافة إلى تجنب السفر إلى الصين. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر بسبب التحديات التشغيلية الكبيرة التي تزامنت مع فرض قيود على كافة المسافرين الذين زاروا الصين خلال الأسابيع الماضية. إذن مشاهدينا الكرام شفنا معكم هذا التقرير الهام جدا أمانة. نشكر بهذا الصدد وزارة الصحة العامة مؤسسة حمد الطبية وكل من يعمل في القطاع الطبي إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. محمد راح ننتقل لموضوع آخر وحدث وخبر آخر، حيث انطلقت في كلية الهندسة مشاهدينا الكرام في جامعة قطر الكونغرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا، ويضم كل من المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير ومؤتمر الدولي آخر معلوماتي وخاص بتقنيات التمكين. مزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام في هذا التقرير. بمؤتمر حول البنية التحتية والتعمير وآخر حول المعلوماتية وإنترنت الأشياء وتقنيات التمكين، الكونغرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا ينطلق بالدوحة متيحا للمشاركين فرصة لتبادل المعلومات التقنية ونشر نتائج البحوث عالية الجودة وعرض السياسات الجديدة والتقدم العلمي في مجالين يشهدان أسرع تطور في العالم. كانت الفكرة قائمة على أن تكون منصة للحوار والنقاش بين الباحثين في مجال إنترنت الأشياء والثورة الصناعية الكبرى في هذا الجانب، وكذلك المسؤولين والباحثين عن والمتخصصين في البنية التحتية. يعرض المؤتمر الدولي للمعلوماتية وإنترنت الأشياء وتقنيات التمكين 113 ورقة بحثية يقدمها باحثون من 37 جنسية، فيما يقدم المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير 130 ورقة بحثية ويشارك فيه باحثون من 16 جنسية. ويعد المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الإنشاء والبناء بشكل عام، ما يجعله محل اهتمام من جهات عديدة. يأتي هذا المؤتمر فرصة عظيمة جدا لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارية الهندسية لتبادل الخبرات والمعرفة مع هيئة الأشغال العامة في تخطيط وتصميم وبناء منظومة البنية التحتية في دولة قطر. المؤتمر الدولي للمعلوماتية وإنترنت الأشياء بدوره يحظى باهتمام كبير لارتباطه بالتطور المستمر والسريع للتكنولوجيا التي تعتمد عليها كل مشاريع وبرامج الدولة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. مهم جدا المؤتمر لربط الجانب التطبيقي بالجامع الجانب الأكاديمي بدولة قطر، وخاصة بالتعاون مع كلية الهندسة وأشغال وزارة البلدية والبيئة كذلك. وعلى هامش المؤتمر العالمي للهندسة والتكنولوجيا يقام معرض مصاحب تشارك فيه أكثر من 15 شركة تعرض منتجات مرتبطة بالبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن ورش عمل لتشجيع الطلبة والباحثين على الابتكار وعلى تنفيذ نماذج حية لتوصيل أفكارهم بصورة فعالة إلى متابعي فعاليات المؤتمر. إذن مشاهدي الكرام كل الشكر لجامعة قطر وبالأخص كلية الهندسة على كل ما يقدمونه من جديد ومن تقنيات ومن بحوث. صراحة يعني أخوي سلمان في موضوع آخر راح ننتقل إليه، يعني من كلية الهندسة راح نروح مكان ثاني، راح نروح وزارة المواصلات والاتصالات، يعني حيث دشنت وزارة المواصلات والاتصالات مختبر تسمو للابتكار والذي سيقوم باستضافة ورش العمل التعاونية للباحثين والأعضاء والذين سيكون لهم الأولوية في العمل على المبادرات المختلفة، وهو يضم 3 مناطق عمل أساسية للباحثين. كذلك مشاهدينا الكرام يضم المختبر مساحة تقديم العروض التوضيحية لإبراز أحدث التقنيات في قطاع أو صناعة معينة لتحفيز الباحثين والقطاعات الحكومية في الدولة على التفكير الإبداعي المختلف. مختبر تسمو مبادرة رائدة أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات لإتاحة الفرصة أمام الباحثين والجهات الحكومية وشركاء التكنولوجيا للتنسيق والعمل سوياً للوصول إلى نتائج ملموسة في كافة القطاعات ذات الأولوية في البلاد،
مما يمكن دولة قطر من تطوير منظومة البحث والابتكار لديها وجعلها مركزاً للابتكار التكنولوجي. شهدنا من عدة أشهر في معرض ومؤتمر كيتكوم 2019 انطلاقة قوية لمشاريع كبيرة وضخمة لقطر الذكية، واليوم احنا نعزز هذه الانطلاقة بافتتاح معمل الابتكار لنؤكد دور قطر انها تحتل مركز استراتيجي في المنطقة للابتكار التكنولوجي في الحلول الذكية للمدن الذكية. يهدف المؤتمر إلى تعزيز إمكانات القطاع الخاص لتمكين تطوير التكنولوجيا المبتكرة وتبنيها وتسويقها، تحديد أولويات جهود الابتكار وتحديد التركيز الدوري للبحوث على أساس الأولويات الوطنية، توفير الابتكار كخدمة لحكومة قطر ودعم خط المشتريات للابتكار، تطوير الأصول المعرفية لدعم الابتكار المتقدم، تطوير سياسة الابتكار الوطنية لتمكين تبني التكنولوجيا المبتكرة وتسويقها. يحظى مختبر الابتكار تسمو بمنظومة تعاون متكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً ومحلياً، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الشركاء من مؤسسات الدولة المختلفة. هذا البرنامج الذي سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي، وسيكون له دور كبير للإسراع في تحقيق الركائز الرئيسية لرؤية قطر 2030، وأن الشركة المتحدة للتنمية جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية المهمة للدولة وللشركة. كمنصة لاحتضان البحوث الإبداعية في مجال التقنيات التكنولوجية الحديثة، سيكون مختبر تسمو بمثابة قوة دفع هائلة لمزيد من الابتكارات التكنولوجية الرائدة التي ستقود دولة قطر نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. إذن مشاهدينا الكرام، هذا التقرير كان عن مختبر التسمو اللي أمانة دشنته وزارة المواصلات والاتصالات، وفرصة حقيقية أمانة لاستضافة ورش العمل التطوعية الخاصة في مثل هذا المجال. نشكر أمانة وزارة المواصلات والاتصالات على كل هذه الجهود اللي تقام من أجل التقدم في مجال الابتكار. نعم طبعاً، أخوي سلمان إحنا بنروح صوب كتارة، طبعاً كتارة دائماً عندهم فعاليات وعلى طول فعالية ورا فعالية على مدار السنة. نعم طبعاً المشاهدين الكرام، انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة 9 من مهرجان حلال قطر اللي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، وذلك في الفترة الممتدة من 2 وحتى 10 من فبراير المقبل في الجهة الجنوبية لكتارة. مشاهد الكرام، يأتي هذا المهرجان ضمن استراتيجية كتارة في المحافظة على التراث القطري بكل فروعه وتعزيزه في نفوس الناشئة لما لهذا الموروث من أهمية كبرى في حياة القطريين قديما وحديثا. المزيد مشاهد الكرام في هذا التقرير. مهرجان حلال قطر يعود من جديد في نسخته 9 ليواصل دوره الريادي في التعريف بالموروث الشعبي القطري الخاص بتفاصيل البيئة البرية من خلال فعاليات متعددة، من بينها مسابقة المزاين والمزات وفعاليات الحلال المختلفة التي تعتبر فرصة مميزة للمنتجين لعرض واقتناء الحلال والتعريف بالجماليات والمميزات والمواصفات الموجودة في الأغنام والمعز. هذا المهرجان هو مهرجان مهم جدا لمنتجي الحلال في دولة قطر، وعلى ضوء طبعا احنا من 9 سنوات الان لمسنا ان هناك الانتاج زاد في بالنسبه للحلال وايضا بالنسبه للالبان، وفتحت ايضا مزارع للالبان جديده في دولة قطر. وتتميز النسخة 9 من مهرجان حلال قطر بإضافة شوط جديد، وهو شوط الإنتاج الذي خصصت له جائزة جديدة وهي عصا الراعي الفضية، إلى جانب ما يوفره المهرجان من أجواء المنافسة والتحفيز للمربين لتحسين الإنتاج الحيواني. في إضافات في هذه النسخة، نذكر أبرز هذه الإضافات. راح يكون فيه عصا الراعي الفضية وهي خاصة بشوط الإنتاج لأجمل 3 جذعات، كذلك في مسابقة أثقل وزن
الخرفان، أيضا في مسابقة المغازر من المسابقات الموجودة عندنا في هذه النسخة. هذا إلى جانب الفعاليات الثقافية والترفيهية والتربوية والزيارات المدرسية لمختلف المراحل والمدارس في قطر، وهو ما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها في نفوس الأجيال. مشاهدينا الكرام، بعد ما شفنا تقارير حلقة اليوم من برنامج حياتنا، راح نبدأ معاكم أولى الفقرات الحوارية اللي راح نتكلم عن تحقيق موقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. خلال مسيرة عطائه منذ عام 98 الكثير من الإنجازات في العالم الافتراضي الرقمي. نعم أخوي سلمان، طبعا هذه الإنجازات حققها بفضل التطور المستمر والاهتمام المترابط للمسؤولين والقائمين كذلك، وصولا به إلى العالمية المنشودة، وليكون المرجعية الأولى الآمنة على شبكة الإنترنت حسب آخر الإحصائيات. راح نتكلم أكثر مشاهدي الكرام عن هذا الموقع. سعدنا أن يكون معنا في الاستديو سيد جاسم عبدالله العلي، وهو مدير موقع إسلام ويب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مسي عليك بالخير بداية، ونسعد بتواجدك اليوم في حياتنا. مسيت بنور أخوي سلمان، حياك الله أخوي محمد. الله يحييك. أنا شرفت بوجودي معكم إن شاء الله. مرحبا فيك. حياكم الله. طبعا نشكركم أول شيء على إتاحة الفرصة لموقع الشبكة الإسلامية حتى يعرض خدماته الجديدة اللي ينشرها الموقع عبر الشبكة العنكبوتية. فمثل ما ذكرت أخوي سلمان، فضل عز وجل هذا الموقع الوقفي الذي أطلقته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكثر من 20 سنة، من سنة 1998. 22 ما شاء الله. أي نعم، وكل سنة عن سنة بفضل الله عز وجل الموقع يتوسع ويقدم خدمات تفيد الجمهور وتفيد المسلمين. إحنا ما نستهدف فقط فئة معينة، نستهدف جميع الفئات المستفيدة من عن طريق الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية، صغار كبار، رجال ونساء، بل حتى المسلمين وغير المسلمين، المثقف وحتى العامين، نقدم له مادة بسيطة يستطيع أن يستفيد منها. المسلم يستفيد من الموقع حتى نثري معلوماته الشرعية، بل حتى غير المسلم يستطيع أن يستفيد من الموقع أنه يتعرف على سماعة هذا الدين وعلى عالمية الدين الإسلامي. وأيضا أن مثل ما أنتم عارفين تشويه اللي حاصل عن الإسلام وعن المسلمين، فنحن نقدم صورة جميلة وصحيحة عن الإسلام. فهذا هدف الموقع، فضل الله عز وجل بجهود الواقفين وبجهود العاملين في الموقع تأسس هذا الموقع، والآن وصلنا إلى تقريبا عدد الصفحات المفتوحة يوميا 2 مليون صفحة مفتوحة. ما شاء الله. يعني أستاذ جاسم ذكرتنا يعني يزورون الموقع حتى غير المسلمين كذلك. اي نعم. يعني يبين لكم من خلال استبيان التسجيل لذلك. اي نعم. هل يعني ومن خلال أسئلتهم كذلك، يعني في أسئلة يعني تذكر أنهم يعني لهم يبون يدخلون الإسلام أو من هذا القبيل؟ في كثير من الأسئلة جينا، طبعا مش تخصصنا، احنا نتواصل معهم كثير من بوابة الفتوى، تأتينا أسئلة على هذا الجانب، يتعرفون على الإسلام ثم نحيلهم على المراكز الإسلامية، سواء كانت داخل دولة قطر مثل مركز عبد الله بن زيد المحمود أو غيرها من المراكز المعتمدة الخارجية أو اللي تتعامل معها الوزارة. فضل الله عز وجل هناك تجاوب كثير، بل ما يسعدنا أكثر أول شيء إشهار الناس الإسلام، وما يسعدنا أيضا أن كثير من الناس يقولون أنتم وضحتم لنا صورة جميلة على الإسلام التي كنا يعني هم كانوا ماخذين نظرة غير الواقع وغير النظرة الصحيحة على الإسلام، فمن خلال الموقع فضل الله عز وجل صححنا هذه الصورة. أخي جاسم، اليوم الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى أن تكون الشبكة الأولى تقريبا في العالم الخاصة بموضوع الدعوة، لكن لو نتكلم ونعرف السادة المشاهدين بأبرز الخدمات الجديدة اللي انضمت لهذه الشبكة، وأيضا الخدمات اللي عليها إقبال كبير من قبل الجمهور. فضل عز وجل من أول ما أسسنا الموقع وعندنا عدة بوابات نقدمها للجمهور، أبرز بوابة وأهم بوابة هي بوابة الفتوى اللي من خلالها نتلقى أسئلة الجمهور. فضل عز وجل من أول ما أسس الموقع إلى يومنا عندنا تقريبا بنك من الفتاوى، يعني تقريبا أكثر من 250 ألف فتوى منشورة في الموقع يستفيد منها ملايين الناس. نستقبل الفتاوى عن طريق ثلاث بوابات، البوابة الرئيسية اللي هي البوابة مركز الفتوى فتوى اسلام ويب دوت نت، من خلالها يستطيع الشخص على رأس كل ساعة أن يحط سؤاله، ثم بعدها السؤال يروح للفريق المتخصص ويتم الإجابة بطريقة الإدارية المتعارف عليها عندنا في الموقع، تصاغ الفتوى ثم يتم تدقيق عليها المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم تنشر للجمهور في أسرع وقت. البوابة الثانية هي بوابة الشاتينج، أيضا عالمية، يستطيع الشخص بشكل سريع إذا كان لأن البوابة الأولى الفتوى تنشر فالناس يقرؤونها، في ناس يقول لك لا أنا مستعجل أبي فتوى بسيطة بس يجوز ما يجوز يعني أو خصوصية مثلا، فيدخل في الشاتينج وتكون الإجابة سريعة مع الشيخ المتخصص أو الدكاترة أو الشرعيين المتخصصين. في خدمة ثالثة بعد داخل دولة قطر اللي فتوى SMS،
يقدر من خلال الموبايل سواء مشتركي فودافون أو أريدو يرسل رسالة على 92142، يجي السؤال لفريق الفتوى المتخصص في الوزارة، ثم بعدها يجي الجواب في أسرع وقت. جميل. وهي عندنا من ضمن الخدمات أيضا خدمة موقع الاستشارات. خدمة موقع الاستشارات أيضا من المواقع نقدر نقول خدمات المنافسة للفتوى. تقريبا نشرنا أكثر من 200,000 استشارة، سواء كانت أسرية سواء كانت شبابية ثقافية فكرية وغيرها من الاستشارات. وفضل الله عز وجل عندنا يعني كوكبة من الدكاترة والمتخصصين والباحثين اللي يجاوبون على استفسارات الجمهور في هذه الأبواب. الحمد لله يعني استطعنا من خلال الموقع، ولو انه يعني هي احنا بيننا وبين المستفيد شاشة، لكن في الأخير من الفيدباك اللي جينا ومن الرسالة تأتينا استطعنا بفضل الله عز وجل نصلح أحوال كثير من الأسر وكثير من المشاكل الفضائيين وردت رد فعل كثيرة من خلال الجمهور. أيضا من أبرز البوابات بوابة الصوتيات. عندنا يعني كم كبير من الملفات الصوتية المنشورة في الموقع، سواء كانت تلاوات قرآنية وختمات مرتلة أو كانت محاضرات وعظية أو كانت حتى محاضرات علمية أو أناشيد أو خطب جمعة أو غيرها من الملفات الصوتية الدعوية والتثقيفية والتربوية، استفيد منها عدد كبير من الناس. وصلنا إلى آخر إحصائية عدد المستفيدين أو عدد الملفات المسموعة والتي تم تنزيلها إلى يومنا هذا أكثر من 3 مليار مستفيد. ما شاء الله عدد كبير جدا. ولكن أستاذ جاسم يعني 3 مليار يعني أكيد أنه لهم كذا لغة غير اللغة العربية واللغة الإنجليزية. صحيح. يعني تحدثنا مثلا عن الجانب عدد اللغات اللي موجودة في الموقع. الموقع الحمد لله طبعا تأسس على اللغة العربية في البداية، بعدها كل سنة احنا نتوسع إلى وصلنا إلى 5 لغات عالمية، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية، وقريب إن شاء الله نطلق الأندونيسية بحيث أنها تكون بوابة 6 لغات عالمية ننشر فيها خدمات الموقع. جميل. أخوي جاسم يعني تفضلت من خلال حديثك خاصة في بوابة الفتاوى أن هناك فريق مختص يقوم بالرد والتدقيق في هذه الفتاوى. تكلم أكثر شوي عن الفريق المختص أساسا المشاهد الكريم لما تكون عنده فتاة أو حتى استشارة يطمن أنه يتوصل لشخص فعلا مختص مؤهل بكافة المؤهلات الخاصة أنه صحيح. يرد على هذا السؤال. صحيح. الحمد لله من تميز الموقع أن صار في انتقاء، والانتقاء مش بسيط عندنا في اختيار الباحث الشرعي اللي يخدم الجمهور عن طريق الشبكة عن طريق الإنترنت. صراحة تعبنا في انتقاء الفريق هذا، يعني مجموعة كبيرة منهم دكاترة ومتخصصين ولهم خبرة يعني في طريقة التعامل مع الجمهور. يعني أنت تعرف أن الشيخ أو الدكتور أو الواعظ إذا كان في المسجد نطاق تفكير قد يكون محصور في مسجده ومن حوله، لكن أنت تتكلم على ملايين البشر يشوفون أي كلمة تكتبها. بوابة عالمية. أي بوابة عالمية. فيكون مثلاً دقيق في عباراته، دقيق في اختياراته، في طريقة عرضه. لأن في الأخير أنت المادة اللي بتقدمها بيقراها مثل ما قلت كل فئات المجتمع. بيقراها الصغير والكبير. فلازم تكون واضحة وتكون دقيقة وفي نفس الوقت تكون سهلة على على على, على, على وأيضاً مقنعة في نفس الوقت. لذلك إحنا كان الانتقاء من هذا الجانب. بفضل الله عز وجل كوننا فريق متكامل للفتوى وللاستشارات، بل حتى فريق متخصص في موضوع التقنيات وفريق متخصص في موضوع الترجمة. فالفريق كبير بفضل الله عز وجل في إسلامه بيقدم كل هذه الخدمات للجمهور. نعم أستاذ جاسم، يعني ما شاء الله يعني دول إسلامية كثيرة والإسلام يعني تقريبا اجتاح يعني أنحاء العالم كافة، يعني هل تعرف يعني كيف كم عدد مثلا الدول اللي المشاركة أو الدول اللي الزائرة اللي هي هذا الموقع وأيضا الإقبال على الموقع؟ عندنا طبعا برامج خاصة فينا في الشبكة نستطيع من خلالها نعرف الإحصائيات ونعرف عدد الزيارات تأتينا من الدول. أيضا نحن نستعين ببعض البرامج الأخرى العالمية من خلال هذه البرامج. مثلا في رمضان الماضي عدد الزوار عدد الدول اللي زارتنا أكثر من 190 دولة حول العالم. أغلب دول العالم إذا أغلب دول العالم هنا. بقيت 23 دولة. تقريبا. في رمضان تكلمنا أخو جاسم كنت ضيفنا. أي نعم. تكلمنا أكثر. تكلمت أيضا في رمضان عن خطة جميلة أمانة عندكم وأنا الحين تذكرتها الخاصة بالأطفال. صحيح صحيح. نصيب. نعم. إسلام ويب. نتكلم عن دوركم أنتم في الجانب الدعوي الخاص بالأطفال والفئات العمرية الصغيرة. قبل رمضان لما التقيت فيك أخوي سلمان كان كلامنا عن تدشين موقع بنين وبنات الألماني. أيوة. وعدتك قلتك إن شاء الله قريب نطلق موقع في معرض الكتاب، أطلقنا بنين وبنات الفرنسية. فموقع بنين وبنات هو موقع بوابة الأطفال في إسلام ويب، عبارة عن مواد ترفيهية وتعليمية للأطفال. اللي يدخل الموقع يشوف عبارة عن كواكب، كل كوكب يتخصص في جانب معين. كوكب عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن أفلام وما أنشطة تفاعلية للجمهور يستطيع الطفل أن يتعلم من خلالها،
ايضا كوكب خاص بالبنات، العاب البنات، وايضا رسوم خاصه بالنصائح خاصه بالفتيات الصغار، ايضا كوكب خاص باسمع واستمتع اناشيد، كوكب خاص بالالعاب، كوكب خاص وانت ماشي قصص الصحابه. في كوكب من اجمل الكواكب كوكب القران الكريم. جميل. يتعلم من خلاله كيف يقرا القران، يتعلم من خلاله ايضا تفسير القران، ايضا قصص القران. هذه البوابه استطعنا ان نخرجها باللغه العربيه، ثم خرجناها باللغه الانجليزيه، ويوم التقينا باللغه الالمانيه والان الفرنسيه، قريبا ان شاء الله الاسبانيه. هدفكم ان انتم تتوجهون ايضا اخوي جاسم لشريحه الاطفال من خلال الموقع. نعم، هذا هو موقع بنين وبنات، هدفنا الاطفال. طبعا هو هدفنا الاطفال، وايضا احنا نستهدف اولياء الامور. نستهدف الامور، والاجمل من ذلك احنا تفاجئنا من تفاعل المدارس ان شاء الله، سواء داخل دوله قطر او خارج الدوله. يعني في معرض الكتاب مثلا كثير من المدارس تزورنا تقول احنا يعني اعتمدنا حلقاتكم في اثراء مادتنا الشرعيه وحتى اللغه العربيه. ما شاء الله. جميل. استاذ جاسم، طيب مثل ما نعرف يعني قلت 3 مليار تقريبا عدد الزوار لهذا الموقع، طبعا الموقع هذا لابد ان له جانب من الحمايه من الاختراق. صحيح. يعني لو تحدثنا عن هذا الجانب. بس لو تسمح لي اخوي محمد ايضا اتطرق الى جزئيه اللي هي جزئيه التطبيقات. تطبيقات الجوال. لأن احنا بعد من اسبوع تقريبا دهشنا خدمه اللي هي تطبيق موسوعه التفسير. احنا فضل الله عز وجل الحين عدد التطبيقات اللي خاصه بالجوالات الذكيه عددها تقريبا 10 تطبيقات، اخرها موسوعه التفسير، هذا ايضا نشير عليها بحيث ان الجمهور يستفيد من هذا التطبيق. بالنسبه للحمايه، طبعا موقعنا كموقع عالمي وكبير حالنا حال اي المواقع الكبيره تهتم في هذا الجانب، لان الاختراق مثل ما تعرف فيها ايضا ضرر على سمعه الموقع وعلى سمعه الوزاره، وايضا ضرر على المادة المنشورة. ممكن أي شخص يعني يعمل بلبلة أو يثير يعني ينشر أي أمر مخالف لما هو منشور وانسيازات الموقع. لذلك كنا حريصين جدا كفريق داخل الوزارة، بل حتى بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى في الدولة، أن احنا نوفر برامج وأنظمة حماية عالية مثل فاير وول وغيرها من البرامج، وأيضا تدريب الفريق على مثل هذه الأمور، تدريب الفريق على استخدام مثل هذه البرامج، وعلى ايضا اي امر طارئ قد يحصل من اختراق. وبفضل الله عز وجل الى يومنا هذا ما في اي ضرر على الموقع، بل حتى يعني تحسبا لاي اشكاليه عملنا اللي هو الباك اب، اللي هو نسخ احتياطيه متعدده حتى نحافظ على الماده الكم الهائل الكبير اللي يقارب الان 88 صفحه الكترونيه محتفظين فيها في الموقع. ان شاء الله. احنا نقول لك اخوي جاسم عسى الله يكتب اجوركم، امانه عمل مشرف. قبل لا نقول لنا احنا في قطر، نقول باسمنا كمسلمين الله يعطيكم الصحه والعافيه على هذه الامور، نسال الله سبحانه وتعالى تكون في ميزان حسنات. امين. جميل باذن الله. طبعا اخوي جاسم احنا عندنا فاصل نطلع له ان شاء الله، بس قبل الفاصل محمد تسمح لي بس نشكر اخونا جاسم العلي وهو مدير موقع اسلام ويب وزاره الشؤون الاسلاميه، وان شاء الله ننتظر اللقاء القادم على اساس انه تكون اكيد في امور مستجده. اكيد 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 دائما ان شاء الله. طبعا اخوي جاسم السموح انا شوي لهيت في الاوراق، فاشكرك طبعا على وجودك معنا. الله يسلمك والله ينفع بكم ان شاء الله. امين. الله يجزاكم خير. اطلع الفاصل انت مباشره. روح الفاصل. راح الفاصل شذكر فاصل، ولنا عوده اكيد بمواضيع اخرى في برنامج حياتنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا مشاهدينا الكرام احنا راح ننتقل وياكم ان شاء الله الى فقرتنا الحواريه الثانيه، ولكن بعد هذا التقرير اللي يتكلم حول مركز حمد الدولي للتدريب واهم انجازاته. مركز حمد الدولي للتدريب يعد جزءا من الانشطه العلميه والاكاديميه لمؤسسه حمد الطبيه. بدأ مركز حمد الدولي للتدريب عمله برؤية تتمثل في العمل على تحسين الرعاية الصحية بشكل عام في دولة قطر من خلال توفير برامج تدريب عالية الجودة في إدارة الحوادث وإدارة الكوارث والإنعاش، إلى جانب برامج التدريب العامة وبرامج التوعية. فمؤسسة حمد الطبية تمتلك مكانة إقليمية ودولية متميزة كرائد في مجال التعليم الطبي، ويساعد تدريب الأطباء الشباب ضمن بيئة طبية معتمدة دولياً تعتمد على تمكينهم من تعلم أهمية تطبيق أفضل الممارسات الدولية
في مجال مبادرات الجودة وسلامة المرضى. مشاهدينا الكرام، يمثل مركز حمد الدولي للتدريب إضافة هامة للجهود العلمية والأكاديمية بمؤسسة حمد الطبية، حيث يعمل المركز برؤية واضحة تتمثل في المساهمة في تحسين الصحة بشكل عام في دولة قطر من خلال توفير برامج تدريبية ذات جودة عالية في مجالات إصابات الحوادث وإدارة الكوارث والإنعاش. مشاهدينا الكرام، يعتبر مركز حمد الدولي للتدريب الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أتاح منذ افتتاحه الفرصة لعدد كبير من كوادر الرعاية الصحية في مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة والمؤسسات الصحية الخاصة للاستفادة من خلال الاشتراك بدوراته التدريبية المنوعة. نعم أخوي سلمان، والحديث أكثر عن إنجازات مركز حمد الدولي للتدريب ودوره في نشر التوعية الصحية بالمجتمع، يسعدنا أن نستضيف الدكتور خالد عبد النور، مدير مركز حمد الدولي للتدريب واستشاري طب طوارئ بمؤسسة حمد الطبية. حياك الله معنا دكتور. حياكم الله، مشكورين على الاستضافة أخوي محمد وسلمان وتلفزيون قطر. دكتور، احنا سعداء جدا بتواجدك في حياتنا أمانة. بداية أساسا نعرف السادة المشاهدين أكثر بمركز حمد الدولي للتدريب، ياريت لو نتكلم عنه بصورة عامة أو لمحة تعريفية لهذا المركز. إن شاء الله، مثل ما ذكرته في المقدمة، المركز له دور مهم وفعال وفريد من نوعه في المنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. تأسس من سنة 2000 ميلادي، وخلال السبع ثمان سنوات اللي مضت تطور بشكل كبير جدا حتى يتواكب مع زيادة احتياجات القطاع الصحي خاصة بالكوادر الطبية والطبية المساعدة. طبعا المركز بدايته مثل ما ذكرت كان مركز كثير على يعني التعليم والتدريب في مجال الحوادث والكوارث، لكن حاليا يعني المواضيع كثيرة، البرامج يعني إن شاء الله راح نتكلم فيه يشمل كل مجالات القطاع الصحي ونستهدف كل الكوادر الطبية والطبية المساعدة في القطاع الحكومي والخاص. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. دكتور، يعني ما أهم الإنجازات اللي حققها المركز خاصة لجهة تحسين الرعاية الصحية في دولة الحبيبة قطر؟ طبعا احنا نعتبره ثروة وطنية المركز هذه. ليش؟ لأن هدفنا الأساسي التأثير الإيجابي، أما بشكل مباشر أو غير مباشر، على جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى في قطر، النظام الصحي ككل يعني شاملا. فالإنجازات اللي صارت يعني زيادة البرامج التعليمية والتدريبية في المركز، مثل ما ذكرتوا الحوادث، الإصابات، الكوارث، الإنعاش القلبي، كل فئات المرضى اللي نشوفه من حديثي الولادة للكبار، النساء الولادة. لكن في نفس الوقت في برامج متعددة في مجال الرعاية، العناية المركزة، الأطفال، يعني الجودة الكواليتي نسميها وسلامة المرضى، لأن هاي تركيز كبير في القطاع الصحي بصفة عامة في قطر وخارج قطر. نعم. دكتور خالد، اليوم يعني انت تفضلت ان المركز تم تأسيسه سنة 2000، اليوم مرور 20 سنة على هذا المركز بالعديد من التطورات، التوسعات، الإنجازات، لكن في نقطة مهمة ألا وهي توعية الجمهور والجانب التوعوي الخاص في المجال الطبي على مدار 20 سنة، كيف تقيمها دكتور؟ شوف، انا ورثت المركز في من 7 سنين 8 سنين، وشفت بدايته. يعني كان دراسة تاريخ المركز اصلا بدا بتوعية الجمهور ما شاء الله، يعني حتى الشباب رووني فيديوهات قديمه كانوا مصورينها لتلفزيون قطر، فشفنا ان فرصه هذه، لان اهميه توعية الجمهور خاصه في المجال الطبي بصفه عامه. الاستراتيجيه الوطنيه هي في توجه للوقايه اكثر من هي العلاج، فشفنا هذه فرصة لدعم الاستراتيجية حتى نتواكب مع التوجهات العالمية ونصائح وإرشادات منظمة الصحة العالمية، فتم التركيز عليه، فكوننا برامج مختلفة. تركيزنا كثير على سلامة الأطفال، صحة القلب، يعني المخاطر التي تؤدي إلى أمراض القلب، فأسسنا برنامجين، برنامج كلنا للصحة والسلامة
واستضفتونا كم مرة في التلفزيون قطر نتكلم في الموضوع. اي نعم. وبرنامج غلاي لسلامة الأطفال وإن شاء الله راح نتكلم فيه قريب. وكذلك احنا عندنا صلة مباشرة مع كل فئات المجتمع، سواء الوزارات غير طبية، أقصد المدارس. عندنا زيارة، يعني برنامج زيارة المدارس بشكل دائم، يعني نمر على تقريبا كل مدارس قطر الخاصة والحكومية كل سنة. نعم دكتور، طبعا أنت ذكرت قبل شيء برنامج اللي هو عن سلامة الأطفال، اللي هو برنامج حتى اسمه يعني يجذب، اسمه غلاي. نعم. ليه تتحدثنا عن هذا البرنامج دكتور؟ نعم طبعا برنامج غلاي، طبعا كلمة غلاي يعني بالعامية احنا عندنا إن كلمة لطيفة دكتور، لطيفة ولا معنى قوي، يعني الكلمة واحدة الكل بيفهم قيمة البرنامج وأهداف البرنامج. طبعا هو البرنامج متخصص في توعية الجمهور، تثقيف الجمهور والكل، مو بس الجمهور، حتى القطاع الحكومي قصدي الطبي، بالأهمية سلامة الطفل الراكب بالسيارة، ذلك من ناحية أهمية اختيار الصحيح للكرسي للمقعد السلامة وكيفية استعماله وتركيبه بالسيارة. فهذه طبعا احنا كذلك نشوفها محور أساسي ودعم أساسي للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، لأن قطر مثل دول كثيرة في العالم ملزمة أن تحط آلية وسياسات للسلامة المرورية، وسلامة الأطفال بالمركبات يعني ركن أساسي من هذه، وجزء كبير أيضا من أكيد. فإحنا يعني البرنامج هذه يعني تم تدشينه بتعاون مع جهات مختلفة، وزارة الصحة، مؤسسة حمد، الرعاية، وزارة التعليم، التعليم العالي، المرور الداخلية، نعم، إدارة المرور، جامعة قطر، سدرة، فبرامج كثيرة يعني عفوا جهات كثيرة أبدوا استعدادهم، عندنا بعض القطاع الخاص بعد مساهمين في البرنامج. والبرنامج في تحديث وتطور، تم تدشينه بأقل من سنة، والحمد لله احنا سعيدين جدا بالتطورات اللي صارت، منها افتتاح أول محطة غلاي، يعني تخيلوا كنا شوروم سيارة تدخل، يعني الأب والأم ممكن يجون بطفلهم بمقعد ولا بدون مقعد، مكان مكيف مثل الاستوديو، الفنيين موجودين يعني يعطونهم الوقت للإرشاد والتثقيف ومساعدتهم باختيار وتركيب مقعد السيارة. وكذلك تم دمجه مع الخدمات الطبية في مستشفى النساء والولادة، يعني في مؤسسة حمد وإن شاء الله قريب في السدرة، أن الفنيين لهم دور تثقيفي للمرضى، فيقومون بزيارة المرضى، يعني الأمهات خاصة يعني الحديثين الولادة قبل يرخصونهم من المستشفى، يكون نعرفهم على البرنامج وندعوهم يجون المحطة، وحتى ممكن نزورهم بالبيت ما شاء الله إذا احتاجون. نعم دكتور، في جانب مهم أمانة اليوم أي شخص عامل في القطاع الطبي، سواء من دكتور، ممرض، صيدلاني، حتى المسعف، العلم دائما والطب يتطور من يوم إلى يوم. دوركم اليوم في مركز حمد الدولي للتدريب في جانب الدورات والتأهيل الخاص بالكادر الطبي على أساس أنه يواكب المستجدات اللي تحصل في عالم الطب؟ نعم، سؤال مهم. وطبعا احنا تواكبنا مع هذه بزيادة عدد المدربين، اليوم ما شاء الله عندنا ما يقارب 700 مدرب، متوقعين خلال سنة يمكن يزيد دبل العدد. نوفر دورات كثيرة، يعني 35 إلى 40 دورة مختلفة للكلاس روم، يعني فيس تو فيس مختلفة، بس عدد الدورات كاملة 1500 دورة كل سنة ما شاء الله. عندنا التعليم الإلكتروني، كان لابد احنا نبتكر بالتعليم، فعندنا يعني نظام تعليم إلكتروني عندنا، تم تدشينه يمكن من 4 سنين، وإلى اليوم أصدرنا ما يقارب 500,000 شهادة، برامج كثيرة فيها، يمكن 70 وحدة تعليمية إلكترونية وفي زيادة. إحنا شغالين على يمكن حاليا فوق على 10 إلى 15 برنامج نساند، يعني مؤسسة حمد وغير مؤسسة حمد. طابت إلى 70 برنامج. إيه نعم طبعاً. طبعاً البرامج تختلف تخصصاتها المهنية والطبية، حتى نوفر لكل الكوادر. وأنا بعد بكوني المسؤول الوطني للتعليم وتدريب الكادر الطبي في الاستراتيجية الوطنية، فأشوف حتى للمركز حمد الدولي دور يعني في الاستراتيجية الوطنية
بالصحة العامة. بالصحة العامة. جميل. دكتور خالد، طبعا المركز يقدم العديد من البرامج والدورات والتخصصات، ولكن لو تحدثنا عن أبرز هذه الدورات وهذه البرامج. طبعا مركز حمد كثير يعرفونه بالدورات الإنعاش. طبعا عندنا احنا ما يقارب 15 دورة متخصصة بالإنعاش القلبي والرئوي. هذا تم تطويره على مجال على مدى سنين بالاعتماد من جهات عالمية معروفة، وكذلك يعني تخصصنا في المجال إلى درجة أن تم تعيين مركز حمد الدولي جهة المسؤولة في المؤسسة بتوفير يعني من الناحية التشغيلية لخدمات الإنعاش والتدقيق ووضع المعايير والمتابعة في المؤسسة، وحتى لنا علاقة بنفس المجال مع وزارة الصحة العامة تطبيقه في القطاع الخاص. دكتور، لو تسمح لي بهذا السؤال اليوم، مدى التعاون والاتصال وتنسيق المستشفيات الخاصة ركز عليها والحكومية في دولة قطر معاكم في مركز حمد الدولي للتدريب لتثقيف الكادر الطبي الموجود في هذه المستشفيات؟ طبعا احنا القطاع الخاص لا نصدق نتكلم على التعاون مع جهات حكومية طبية غير مؤسسة حمد الطبية. احنا نوفر لكل الجهات الحكومية والخاصة، حتى المدربين عندنا، حتى نكتسبهم، نكتسب ثقتهم ويشاركونا ونشاركهم. كثيرين من المدربين اللي عندنا من القطاع الخاص، من جهات حكومية أخرى. احنا عندنا تعاون مع الوحدات الطبية في وزارة الداخلية، ما شاء الله، القوات المسلحة QP، حتى عندنا فروع للمركز في هذه الجهات، ونوفر البرامج بشكل يعني بتعاون. يعني اخرت احنا هدفنا واحد اكيد، ويعني وجودكم مهم ايضا. بالضبط. نعم. طيب دكتور خالد عبد النور، كلمة أخيرة يعني تفيدنا فيها وتفيد فيها المشاهدين الكرام. والله شو أقول لكم، أنا إذا يعني أوجه كلمة للمشاهدين، أن الدولة في حاجة، قطاع الصحة في حاجة لعيالنا، يعني لو يلجئون أو على الأقل يفكرون بالتخصصات الطبية كدراسة كتخصص، لأن فعلا حاجة ماسة. يعني ما راح أتكلم على المركز، بس أتكلم ك يعني دراسة كقطاع طبي. احنا في حاجة ماسة يعني في الدولة يعني بشكل عام، مو بس مؤسسة حمد، ما شاء الله الدولة توفر الفرص، سواء بعثات أو عندنا كلية الطب ما شاء الله عليه إقبال كبير، وإن شاء الله بالمستقبل بيكون كليات الأسنان بدأت ما شاء الله، والتمريض. فاحنا حابين إقبال وتقبل من المجتمع بصفة عامة على التخصصات الطبية بإذن الله سبحانه وتعالى. الرسالة هذه وصلت. مشاهدي الكرام، نشكر في ختام هذه الفقرة الدكتور خالد عبد النور، وهو مدير مركز حمد الدولي للتدريب واستشاري طب الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية. كل الشكر لك، وكل الشكر على هذه الجهود طوال 20 عام لمركز حمد الدولي للتدريب. أشكركم جميعا. كل الشكر لك طبعا دكتور. إذا مشاهدي الكرام، فاصل وإن شاء الله راجعين لكم. مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا نظم قسم اللغة العربية في جامعة قطر ندوة بعنوان اللغة وصناعة المستقبل، وسط حضور لافت لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بجامعة قطر. تأتي هذه الندوة مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة من الندوات الثقافية والفكرية والأدبية التي تنوي لجنة التواصل في قسم اللغة العربية بجامعة قطر إقامتها احتفالا باللغة الأم وحفاظا على وجودها وقوتها وانتشارها. نعم أخوي سلمان، والحديث أكثر مشاهدي الكرام حول هذا الموضوع، سعدنا أن نستضيف الدكتورة امتنان الصمادي، أستاذة الأدب العربي الحديث بجامعة قطر. حياك الله معنا دكتورة. أهلا بكم. يعطيك الصحة والعافية دكتورة، سعداء جدا بتواجدك المستمر معنا في تلفزيون قطر. بداية نبدأ من حيث ما انتهينا في المقدمة عن ندوة اللغة وصناعة المستقبل، عرف السادة المشاهدين أكثر بهذه الندوة. شكرا جزيلا، وشكرا لهذا البرنامج اللطيف حياتنا، وهو وأنتم جزء من هذه الحياة بقسم اللغة العربية وبجامعة قطر. هذه الفعالية تأتي واحدة فعلا كما تفضلتما من العديد من الفعاليات التي ينوي قسم اللغة العربية وتحديدا لجنة التواصل.
بإقامتها. الهدف طبعا نحن نعرف أننا في ضوء قانون حماية اللغة العربية، وهذا القانون يحتاج منا إلى جهود متكاتفة في ضوء رؤية 2030. نحن بحاجة أيضا إلى ربط قسم اللغة العربية بالمجتمع المحلي من خلال الشرط الأساسي هو الهوية والمجتمع. فتأتي من هنا هذه الانطلاقة بالعديد من الفعاليات، بالإضافة إلى هدف آخر ثالث وهو مهم جدا، رفع نسبة القبول بقسم اللغة العربية سواء كان بمجال الذكور أو بالإناث. وطبعا هذه بشرة أزفها في بداية حديثي بأن قسم اللغة العربية افتتح مؤخرا الفرعي للبنين، فرع تخصص اللغة العربية بنين. ممكن هذا الخبر طال انتظاره دكتورة، وتناقشنا في هذا الموضوع أكثر من مرة. صحيح صحيح، والحمد لله رب العالمين أنه الآن رأى النور. الآن هذه الفعالية هي واحدة فعلا من الفعاليات، نحن نريد أن نطلع على المجتمع من خلال استضافة الإعلاميين والمؤثرين في الوسط الثقافي والوسط الإعلامي الذين يملكون اللسان الفصيح، لنقول لطلبتنا بأنه يمكنهم أن يكونوا مؤثرين في المجتمع. نريد أن نعزز فكرة سوق العمل بأنه ليس مقتصرا فقط على التعليم، وهي الفكرة السائدة. سوق العمل مفتوح، يمكن للطالب المتخصص بقسم اللغة العربية أن يتوجه إلى السلك الدبلوماسي، أن يتوجه إلى الإعلام، إلى التدقيق اللغوي، إلى العمل في البحث العلمي والأكاديمي الخالص، يعمل تطوير المهارات الدرامية وكتابة السيناريو والكتابة الإبداعية، أن يعمل في مجالات المؤسسات الثقافية كتارة مفتوحة، وزارة الثقافة مفتوحة، العديد من المؤسسات، وبالإضافة إلى الصحافة ومراكز الإعلام المهمة. كل هذه هي مجالات سوق عمل يمكن لطالب قسم اللغة العربية وطالبة قسم اللغة العربية أن تكون في خدمة وطنها من خلال قسم اللغة العربية. إذن دكتورة لقد تم يعني أتحتم الفرصة للبنين للاستمتاع والتمتع باللغة العربية في جامعة قطر بإذن الله. دكتورة لو نتحدث عن الندوة، ما أهمية الندوة في إبراز عمق اللغة العربية ومكانتها في المجتمع؟ نعم، الحقيقة هي الندوة جاءت وكانت مهمة فعلا كونها انطلاقة في بداية هذا العام الدراسي بحضور سعادة الإعلامي سعد الرميحي والإعلامية ليلى الشيخلي والإعلامية أسماء الحمادي. كان حضورهم حقيقة مؤثرا جدا في طالباتنا، حيث أنه دار حوار عفوي بأن اللغة العربية ليست لغة معقدة، اللغة العربية يمكن أن نخوض غمارها، اللغة العربية تريدنا بالحب لا تريدنا فقط بالإجبار أو بأي شكل من الإشكال. فمن هنا تجذرت أهمية الندوة، أنها كسرت الحاجز بين الطالبات اللواتي يعتقدن بأنه يعني مجالهن محدود إلى أن المجال يصبح أرحب، وأن الفتاة القطرية قادرة على أن تكون، وهناك قدوتها التي سارت على غمار أو في غمار الحديث الإعلامي الفصيح منها في المجالات الإعلامية وغير الإعلامية. دكتورة إضافة إلى هذه الندوة لكم العديد من ورش العمل الفنية وأيضا التدريبية الخاصة باللغة العربية، سواء تزامنا بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية أو حتى على مدار العام الدراسي. صح. سواء للطالبات وإن شاء الله مستقبلا للطلاب. نحاول أن نتحدث أكثر عن هذا المحور. إحنا الحقيقة توجهنا في عدة مسارات، واحد من هذه المسارات الندوات كما قلنا اللي هي التواصلية، أن ننفتح على المجتمع المحلي، وثاني هذه المجالات هي الورش التدريبية بحيث نزور المدارس وخاصة المرحلة الثانوية، نتحدث معهم عن اللغة العربية، عن مجالات الإبداع، نحفزهم، نربطهم بالتراث، نعزز لديهم فكرة الاعتزاز بالخط العربي، بالزخرفة العربية. كل هذه المجالات أقمنا المسابقات الأدبية، وقريبا سنعلن عن مسابقة عندما نطلق حملة اللغة العربية فكر وبيان. هذه حملة ستكون إن شاء الله في منتصف الشهر القادم، وسنحشد لها من خلال تواصلنا مع وزارة التعليم العالي ومن خلال وزارة الثقافة. الهدف هو أن نطلع المجتمع المحلي على أهمية أن نعقد ميثاقا أخلاقيا تجاه اللغة العربية، بأن يتعهد الطالب التلميذ في المدرسة في الجامعة بأن يحمي هذه اللغة، وكل من يعني جانبه يقوم بهذا الدور. هذه رسالة مفتوحة للكل كي يتعاون مع جامعة قطر، يتعاون مع قسم اللغة العربية لكي نكون جنبا إلى جنب في خدمة اللغة العربية. نريدها أن تظهر في الشارع
الشارع وأن تظهر في المحال وفي المحافل جميعها. فغير الورش غير التدريبي غير المسابقات الأدبية غير زيارة المدارس، نحن أيضا زرنا الكثير من يعني زرنا المعهد الديني على سبيل المثال، هذه الزيارات وأيضا نحن بانتظار الطلبة أن يأتوا إلينا، كل هذا من أجل فعلا كسر هذه الحواجز والحديث عن اللغة العربية اللغة الأم بحيث بوصفها الهوية بالدرجة الأولى. ما شاء الله، أنتم لكم شعار نحن هنا في كل مكان متواجدين. نحن هنا بالضبط. بإذن الله. إذا دكتورة نذهب إلى النقطة المهمة، ما مدى دور قانون حماية اللغة العربية الذي يقر دستور الدولة بتوجيه طبعا من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في حماية اللغة العربية والحفاظ على مكتسباتها؟ نعم، القانون جاء في العديد من البنود، يعني تنوع البنود التي تركز على حماية اللغة العربية دخل في كل المؤسسات وفي كل المجالات، لم يكتفي فقط في مجال التعليم، وإنما هو يحفز على أن تعنى المؤسسات بالمخاطبات الرسمية باللغة العربية، بأن يكون يعني الاعتداد باللغة العربية بوصفها هي اللغة الأم، بوصفها هي الهوية. من هنا نربط الطلبة بأنه مجال العمل سيصبح مفتوحا، ولعل كل المؤسسات تصبح لديها هذا يعني الدافع الداخلي لتنفيذ رؤية سمو الشيخ تميم بأن يعينوا طلبتنا في مؤسساتهم من أجل الكتابة الوظيفية، والكتابة كلها تكون كتابة دقيقة، كتابة مسؤولة، كتابة تخرج بلغة عربية سليمة 100%. دكتورة، هناك العديد أمانة من التحديات التي تواجه اللغة العربية الفصيحة في المجتمعات بشكل عام ومجتمعنا القطري بشكل خاص، ولكن لكم جهود أيضا في المقابل لحماية اللغة العربية من كل هذه التحديات التي قد تواجهها اليوم. لو نعرف السادة المشاهدين بأبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية ودوركم أنتم في قسم اللغة العربية في سبيل التصدي لكل ما قد يدخل على لغتنا العربية الفصيحة السليمة. الحقيقة السؤال كبير جدا، يعني التحديات واسعة ولا نستطيع أن نحصرها، لكن مجرد وجودنا جزء من منظومة هذا العالم في هذا الزمان، العالم الذي يعتمد على التقنية في كل شيء، وسائل التواصل رغم كل إيجابياتها إلا أن هناك أيضا لها سلبيات، أنها أصبحت تعزز دخول لغة وسط أو لغة ثالثة أو لغة هجينة، هذه اللغة هي أصبحت هي الخطر الحقيقي على اللغة العربية، ونحن هذا ما نلمسه مع طالباتنا، أننا عندما مثلا نتناول بعض المسائل الإملائية والكتابية نجد أنه لغة التخاطب عبر وسائل التواصل هذه هي اللغة المختصرة، يعني اختصار اللغة، حتى ربط الحروف، حروف الجر أصبحت تدخل وتتداخل مع الكلمة، أصبح هناك حقيقة عملية تهشيم لبناء اللغة العربية. هذه من أكبر التحديات. إذا كان هناك ميثاق أخلاقي، إذا كان هناك تعزيز وهناك رعاية مؤسسية، نحن نعتقد بأننا سنعود مرة أخرى إلى الاعتزاز والاعتداد باللغة العربية، ومنطلقين من قولنا بأنها ليست صعبة، اللغة العربية ليست صعبة كما هو يشاع. اللغة العربية تمتلك ما يزيد على 12 أو على 12 مليون أو 12 مليون كلمة، معجم لغوي لا تضاهيه أي لغة في العالم، فهذا المعجم مؤكد أنه سلاحنا في مواجهة كل المخاطر التي يمكن أن تحيق بعالمنا العربي. نعم دكتورة، طبعا دكتورة الكثير طبعا في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما ذكرتي انهم يبتعدون عن اللغة العربية، بعض الكلمات الإنجليزية يعربونها ويستخدمونها في كثير من الأشياء، ولكن لا يعلمون مدى الاستمتاع باستخدام اللغة العربية، فيها لذة ولا يوجد فيها أيضا أي صعوبة في التدريس أو في التعليم، ولكن لا أعلم من ما هي الفكرة التي اجتاحت الطلاب بأن اللغة العربية صعبة ولكن لا توجد فيها أي صعوبة، ممكن تخوفوا من هذه اللغة طبعا، تخوفوا منها في أيام الدراسة الابتدائية وكذلك كانت فيها صعوبة، طبعا كان في قلة في الوعي، لكن يعني كيف راح نقرب الطلاب أو الطلاب طبعا للغة العربية؟ هل هنالك خطط لتقريب الطلاب لهذه اللغة؟ نحن نتمنى بعد صدور قانون حماية اللغة العربية، نتمنى من كل المؤسسات أن تكون إلى جانب الإحساس بالمسؤولية تجاه اللغة العربية. نريد أن يعني نستحدث
تفسيرا لقوانين او لقانون حماية اللغة العربية. قانون حماية اللغة العربية هو بنود واضحة وصريحة، نحتاج الان الى تفسير هذه، كيف يمكن ان نطبق ذلك على ارض الواقع. يعني انا مثلا من صفتي من المؤسسة الأكاديمية اقول انا اريد ان اعزز عدد الحصص التي تدرس اللغة العربية على سبيل المثال، اريد ان تشيع ثقافة القراءة بشكل اوضح وادق، اريد ان يعني نحيي في روح الطالب الخطابة والإلقاء، نريد أن نعزز له جماليات الخط العربي. كل هذه وسائل أكيد تساعد الطالب على أن يعود من جديد إلى الاعتزاز باللغة العربية. جميل. دكتور، هناك شريحة كبيرة من طلبة جامعة قطر، بنين وبنات، يشاهدون الآن عبر برنامج حياتنا. الكلمة الأخيرة والدعوة التي تقدم منكم كقسم اللغة العربية لهم للاستفادة من كل هذه الخدمات. نتمنى على كل طالب وطالبة أن يشعر بأن هذه اللغة هي هويته الأولى، وهي الهوية الموحدة لنا جميعا، وهي الحصن الذي ينبغي أن نتحصن به، وهي الحضن الذي يحتوينا جميعا. نتمنى على طلبتنا في جامعة قطر أن يتوجهوا إلى قسم اللغة العربية متسلحين بحضور المحاضرات المختلفة، من التذوق الأدبي للشعر، للأدب، للاستماع بالأمسيات الأدبية والفنية، يعني التدرب على موسيقى الشعر. كل هذه الورش موجودة ومتاحة لدينا في قسم اللغة العربية، فحياهم الله. نعم، الدكتورة أمتنان الصمادي أستاذة الأدب العربية الحديث بجامعة قطر، كل الشكر لك ولحضورك معنا اليوم في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة. مشاهدي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم برنامج حياتنا. لك الصحة والعافية أخي محمد. الله يعافيك طعمك. حلقة كانت جميلة فيها العديد من المواضيع. الموعد مشاهدي الكرام يتجدد بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت الساعة 7 على شاشة تلفزيون قطر. نقول لكم إلى ذلك الحين مع السلامة.